السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ الصحة بخير إن شاء الله، ربي يداوم علينا نعمة الصحة. كما تراو البنات، رجعت معكم اليوم في وصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي طالياتيلي بالسكالوب بولي، ومعها الشامبينيون والبازيليك اللي هو الأحبق. حاجة تعمل 66 كيف، يشيخوا عليها الصغار والكبار زادة. واهم حاجه انها ما تشدش منك اليد وما تبقاش فيها السخانه نتاع الصيف، واقف برشا على الغاز ولا في المطبخ. تحضر معنا فيسع. مكوناتها بسيطه وباذن الله متوفره. هذا هو طبق اليوم ومقترح اليوم. طول البنات، باش نبداو في طريقه التحضير. كما قلت بسيطه على الاخر، باش ناخذ زبده حيوانيه تقريبا 50 غرام، معها شوية زيت نباتي وشوية زيت زيتون، خاطر يبنن ياسر زيت زيتون. بالله والنصيحة نعطيها لكم لهنا، ما تستعملوش مارغرين، استعملوا زبدة حيوانية باش تعطي النكهة البنينة في المقارنة ولا في الطالياتيلي. طبعا كما تراو، بعد ما سخننا الزيت وذابت الزبدة، حطينا تريفات سكالوب بعد ما نظفناهم من البدا. نسكن نعرف طريقة تنظيف الدجاج. بدا طول الدجاج يتقلى، باش نضيف له طريف توابل مش برشا، اللي هما ملح وفلفل اسود، راس حانوت اللي هو التوابل القرويه، شويه ثوم بودر وشويه بصل بودر. كما تراو لازم تعوض البصل البودر بالعصاره نتاع البصل، ما تحطش فيها طالياتيلي بصل طروف خشينه. لازم تاخذ راس بصل ونصف راس بصل تبشره وتخرج العصاره نتاعو وتسقي بها تريفات الدجاج. ولهنا زدنا الشامبينيون بعد ما غسلناه، علبة صغيرة أنا خديت مصبر، هو ماهوش فريش كالشامبينيون، غسلته بالقدا هكا الماء نتاع المصبرات وضفته للسكالوب. ما نحطوش الشامبينيون من اللول على خاطر راهو كيتيب ياسر يولي مطاطي. ولهنا سقيتهم بطريف ماء تقريبا 50 ملليلتر ماء، باش نخليهم يغليو حتى كش الدجاج نتحقق ليه هو طاب. لهنا مرت عليهم تقريبا 5 دقائق، طاب الدجاج نتاعي. توا باش نضيف الاجبان. خديت لهنا كروير ايمونتال، جبن تريونغل اللي عندك، كاري، واهم حاجه الكريم فريش. تنجم تحط قوطه زاد. توا باش نخلط المكونات نتاعي كالاجبان هذوكم مع الدجاج ومع الشامبينيون اللي هو الفطر، ونخليهم يغليو شويه جست باش ينتزجوا مع بعضهم وكاو وكل اجبان تذوب، خاطر كل شيء طيب توا. وباش نضيفوا المكون اللي قلت لكم عليه في بدايه الفيديو، اللي هو يبنن ياسر الطالياتيلي والمعجنات بصفه عامه، اللي هو الاحبق، البازيليك او الريحان. هذا هو الاحبق البنات، متوفر وموجود في المغازات الكبرى، ولا اللي زرعوا في الدار ينجم ياخذ عريشات يستعملها. كيما انا لهنا خديت شويه عريشات، نحيت تخلصت ماك العرق الخشين، غسلتهم نظفتهم، وتوا باش نقصهم جيدين. ماذا بيك تقصهم جيدين، نكملوا نحطوهم مع باقي مكونات الصوص. وكاكا تحضر معنا الصوص، ما شدتش منا درج من زمان، 7 دقائق تحضر. كيما تراو البنات، هذه هي الصوص نتاعنا. نعطوها تقليبتين بالمغرفه باش يدخل الريحان يعني البازيليك يدخل بالقدا في السخانه ويعطي النكهه نتاعو، ونطفيو الغاز باش الحبق نتاعنا ما تتنحاش الريحه نتاعو تندثر. ولهنا خذينا وعاء اخر، حطينا فيه الماء من الحنفيه عادي ونوصل درجه الغليان. حطيت له وريقه ترند وشويه ملح. وتوا باش نضيف الطالياتيلي نتاعي، نمره 2 انا خديتها كالخشينه مش نمره 1، هي تتوفر نمره 1 ونمره 2، انا خديت نمره 2. كيما تراو هكا حطيتها الكل. توا كالكعبرات هذوكم باش نحلهم شويه هكا بالملعقه باش يدخل فيهم الماء والملح ويطيبوا الكل فرد وقت. هذا هو البنات، في نفس الوقت تحط من هنا مثلا الماء يغلي باش تحضر فيه الطالياتيلي نتاعك تسمتها، وفي الكانون الاخر نتاع الغاز تحط صوص تيب. 7 دقائق تكون حاضره معاك الطالياتيلي باذن الله. كي
كيما تراو توا تصمتت ما كباش عرفناها، يا تاخذ كعبه وتحطها بين صوابعك او تذوقها بفمك تعرفها ولا تطريه او لونها تبدل ولا ابيضها هاكا تعرفها اللي هي طابت. يعني تصمتت نقصد. توا باش نتخلصوا من الكلمه نتاعها هذاك ونحطوها في الصوص نتاعنا وهي سخونه البنات، باش تاخذ النكهه من بعضها وتبدا تندمج بالقديه تلياتلي مع الصوص. من بعد نقدموها وصحه وبالشفاء اللي جربها، وان شاء الله كي تجربوها تعجبكم الطريقه، وماذا بيا تكتبوا لي في لي كومونتير كان عجبتكم. وبارك الله فيكم، ونشكر المشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناه واعطوا الثقه في وصفاتي. بارك الله فيكم الناس الكل، ماذا بيا تدعموني ديما بالاشتراك باللايك والبارتاج زيادة كان ريتو اللي معناها الفيديوهات تستحق. وهذه هي الوصفه نتاعنا اليوم، حاجه خفيفه نظيفه ما تستحقش منك وقت كما قلت لكم في بدايه الفيديو، وما تستحقش مكونات معناها مكلفه او باهظه الثمن. نعرفوا اللي في الصيف الكل معناها صغار وكبار نلوجوا على حاجه خفيفه ما تعطلناش في الطياب وتكون خفيفه على المعده الى اخره. هذا هو البنات الطبيق اللي حبيت نودكم به اليوم، ان شاء الله ينال رضاكم واعجابكم الناس الكل، وبارك الله فيكم الناس الكل. نشكركم المتابعين القدامى والجدد كذلك، وبارك الله فيكم. الى اللقاء، وان شاء الله ملتقانا في اكلات جديده.